في يوم لقيت في دولاب أمي جواب مخبيه مبعوت لها من واحد اسمه يوسف، بيسألها فيه إذا كانت مليكة تبقى بنته فعلا ولا بنت أكرم. ما كانش قدامي غير إني أعمل تحليل دي ان ايه بيني وبين أبويا وأمي وآية عشان أكتشف الحقيقة المخيفة. ميرفت أمي، أكرم مش أبويا، وآية تبقى أختي. أبوها يوسف هو أبويا، أمي اللي جيت نسخة منها، مطيعة وديعة، ملاك بجناحين. طلعت خاينة، ومع مين؟ مع جوز أختها زمان قبل ما يموت، وخلفتني. معرفش إزاي قدرت تعمل كده وهو متجوز أختها، وهي كمان كانت متجوزة أكرم. معرفش كانت بتفكر في إيه لما سلمت له نفسها، يا ترى قومت ويا ترى حست بإيه. إزاي سابتني طول عمري معرفش مين أبويا الحقيقي، لا أنا ولا جوزها المحترم أكرم دويدار. لما عرفت الحقيقة قررت أروح وأبلغه فوراً، واللي يحصل يحصل. ما كانش ينفع يفضل مخدوع طول عمره زيي. لقيته هو كمان عايش حياته. الأول افتكرته بيلعب بديله زي ما أمي عملت زمان، قلت هو ده العدل. لكن لما دخلت مكتبه وفتشت في أوراقه عرفت إنه فاسد وبيخسر فلوس لإرهابيين. دي اللحظة اللي قررت فيها إني هد كل حاجة على دماغ الكل، وأنا أوله. انتي بقى بنت أكرم دويدار اللي عايزة تشوفني. أخدت رقم تليفونك من على موبايله، بس بتهيألي إن انتي عارفة عني كل حاجة، وإلا مكنتيش هتديني ميعاد هنا. عارفة، بس اللي مش فاهمة انتي عايزة مني إيه. هنا حساب البنك بتاع أكرم دويدار بكل الإكراميات بتاعته، كل اللعب اللي تحت الترابيزة والأواضي اللي عليه. إيه ده؟ انتي جاية تسلمي باباكي؟ أنا مستعدة أراقبه لك وأسجل لك كل مكالماته، بس من غير ما تسأليني ليه. لا سوري، أنا لازم أسأل. أنا مش ضمني إنه مش هو اللي بعتك. هو في إثبات أكتر من إن أنا جايلك بنفسي؟ طب خليكي مكاني، أنا أثق فيكي ليه وإزاي؟ مستعدة أعمل أي حاجة عشان تثقي فيا.